استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط والسيد مازن مطر الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي تبذلها شركة أسري في تحقيق الارتقاء باستثمارات قطاعي النفط والغاز، والذي يتوافق مع رؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية تفعيل دور قطاعي النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، مبينا سموه أن جهود شركة أسري سوف تحقق المزيد من المكاسب التي تصب في صالح هذين القطاعين الحيويين. وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع معالي وزير النفط والسيد مازن مطر مختلف المواضيع الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، كما استمع سموه للخطط والبرامج التي تسير عليها شركة أسري والهادفة إلى مواصلة الارتقاء بهذين القطاعين. من جانبه أعرب السيد مازن مطر عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود سموه المبذولة في هذا المجال، حيث أن وجود سموه في قطاع النفط والغاز سوف يثري الحركة الاقتصادية في هذا المجال، متمنيا لسموه كل التوفيق والنجاح.